بالنسبة للفن الشعبي، التطور اللي حصل إن في الفترة الأخيرة من 3-4 سنين أغنية واحدة بيشترك فيها 3 أو 4 مطربين بيعبروا عن الواقع والبيئة اللي هم عايشين فيها، وسواء إحنا يعني هاجمنا أو ما لا، هم فرضوا نجاح علينا شفناه من واقع الماليين في العصر بتاع الأونلاين وعصر الديجيتال وعصر الإنترنت اللي إحنا عايشينه. المواجهة مع النفس مع الإعلامي أحمد سالم، الجمعة في الساعة 11 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.